دائمة للمياه. هشام الأبيض أستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد قرر أن يساهم في الحفاظ على المياه وترشيدها عن طريق مشروع غسل السيارات بدون ماء. قطاع غسل السيارات في المغرب يمكننا نطوروه في هذا المجال ديال الايكولوجي، ومن بعد هذا الشيء ما تيتنافاش من ان نعطيو واحد القيمه مضافه. يعني احنا فاش تجي عندنا سياره ولا دراجه ناريه وما الى ذلك، تنغسلوها كيف تنقولوا حنايا بهذا السونزو لي برودوي كيف قلنا، وتنمشيو حتى من الناحيه ديال اللي لا فيها خباشي تنديروا لهم لا كوريكسيون، الا خاصها بوليساج لوستراج تنديروه ليها، الا خاصها تلميع، الا خاصها لا بروتيكسيون، وتيخلي هاد كل هاد الشيء اللي درنا حنايا بدون ماء. دونك دخلنا ايكولوجيا حل بديل غسل السيارات بالماء، ودرنا حنايا بدي برودوي ناتوريل قابله للتحلل، فيها لارجيل دونك الطين تخدم بالكارنوبا، واحد لا بلونت يعني اكسبسيونيل تتعطي اللمعان، تتحافظ على السيارات، تتعطيها واحد لا بروتيكسيون ايتترا. قطاع الفلاحة يعتبر